بسم الله الرحمن الرحيم. أميرة الجنيدي، مشرف مختبرات طبية في مستشفيات الغربية، إحدى المستشفيات التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة. تساهم المرأة الإماراتية بشكل فعال في نهضة المجتمع جنبا إلى جنب مع الرجل في جميع المجالات العلمية والعملية، وقد أثبتت جدارتها في جميع المجالات في كل ما وليت به من مهام في خدمة هذا المجتمع، وقد لقيت دعم لا محدود من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، ودعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وقد وصلت إلى أعلى المناصب القيادية ومثلت الدولة في المحافل الدولية.